هناك من يقول أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله والعمل بها، وليس هناك توحيد للألوهية والربوبية والأسماء والصفات، إنما هذه أشياء محدثة. فكيف هذا هو المحدث اللي يقول الكلام هذا هو المحدث والمحدث أيضا، لأنه ما يفهم والعياذ بالله، ما يفهم أنواع التوحيد ولا يفهم القرآن ولا السنة. يجب مثل هذا أن يستر على نفسه ويسكت. نعم.